سر المحبة. قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيته مراية، كفاحت ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب، نجمة راك حرة. كي يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا لضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا الأزهر مزهروني ديما مزهر ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار الأزهر يخاف من مرته وموش نورمال. تيوينو الخبز قتلك سلق مش معدنوس، صبو نخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. ما عندي الزهر كي خبيتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من الرجع المعدنوس وعليش نرجعوا فيه. مع سمارت شيف مسهلها البنة. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم، إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالا وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. حبيتونا في الياغورت، حبيتونا في الحليب، حبيتونا في الجو، حبيتونا في الجبونات، وعلى خاطر محبتكم لينا أمانة اليوم نودوكم رمانة. أو
أوديليس الماء الجديد متاع ديليس، يتميز بتركيبة نقية خفيفة ومتوازنة خالي من النترات. ما ديليس صفي بدنك. أخيرا مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الماتينال. في حلقتنا اليوم باش نحكيو على اعتلال عضلة القلب، باش نشوفوا علاش تمرض عضلة القلب وخاصة الوقاية والعلاج. كما باش نحكيو مع بعد شوية روعة المطماطي أخصائية التغذية، فما حاجات فاهمينها احنا بالغالب باش تفسر هنا وتصح لنا المعلومة، ورد بالكم تكونوا شهاد على حاجات تصير على خاطر طلع القانون يحاسب عليها الحكايه هذيا، نتعرفوا عليها زيدا بعد شويه. ما قبل هذا كل ديما نقولوا بونجور صفصوف. بونجور يا فاطمه، انت شاهد علي انا في الماتينال. اي شاهد على برشا حكاوي. شاهد ما شافش حاجه. نصبح عليك، نصبح على دو شيف، ونصبح عليكم انتم في برنامج الماتينال وين ما كنتوا. ان شاء الله نهاركم زين وعين وخير وخمير وكل طاقه ايجابيه وبرشا برشا محبه. واستنوني بعديك شويه في روبريك جويس سبيسيال جويس. اليوم باش نحكيو على حويجات صغيرات يا فاطمه. كيما قلت لكم البارح راهو في جويس نجم تلبس انت وصغيراتك بارفق الاسوام، ونتحدكم تلقاو اسوام اقل من جويس. يعطيك الصحة صفيم، بعد شوية باش نتعرفوا ايش نوع عندكم برومو للصفيم. قبل نشوفوا لشيف ونصبحوا عليهم. صباح الخير. صباح الورد فاطمة، صباح النور. صباح النور، نهاركم زين. صباح النور، نهارك سعيد. مشاهدينا مرحبا بكم من جديد معنا في كوجينة الماتينال. اليوم باش نحاولوا نقدموا لكم حاجات سهلة وبسيطة. شيف فتحية جايبة جاتو طيب من الدار، راهي تفسكي ها نقول لكم. والله اللي طيبته في الدار. وين طاب؟ طاب هنا. باه. اما شنو طاب ويلزم يبرد. اي علاش طيب؟ والجاتو نتاعي خاطر يلزم يبرد. والجاتو نتاعي هو كيك فاني سمارتشيف. علاش تركب لي في التهم؟ والله كيك فاني سمارتشيف هذيا النوفيل فورمول فاني سمارتشيف حليتها وطيبتها، ما حطيتش فيها لي بيبيت دو شوكولا، خليتهم لك كنت تعملش بهم دسير ولا حاجه. اما هذه باش نقول لكم راه وقت اللي صغاركم ما يحبوش كيك ولا يتقلقوا منه قدوه لهم سوسات وتبعوني وتشوفوا كيفاش يتقدوا. باهي باهي باهي. هاكا بدينا بكموسه الصباح دونك مرحبا. لا لا مش معايا. بفضلكم اكيد مع شيف فتحيه. جوست حبيت تقول لكم اللي هي ديجا لازم تحضروا الكيك الافونس من عند سمارت شيف باش نعملوا به بريباراسيون مزيانه برشا. انا اليوم باش نحضر لكم زوز اطباق، الطبق الاول بريسك شطرو حاضر، جبت الحوريه حاضره، المشويه حاضره، دونك هذوما كل مريقلين خاطر انت الحاضر. انا هو اللي حاضر. دونك باش نوري الساده المشاهدين كيفاش نعملوا صحين تونسي، الكومبوزيسيون نتاعو والليزيتاب المزيانين. وكي نقولوا صحين تونسي نقولوا تن. اليوم معنا تن البدر بزيت الزيتونه، مع هذايا عندي دي بلانكيت نتاع بولي باش نعملوا بهم صوص بنينه، والصوص هذيك هي بيدها باش تطيبوا فيها البلانكيت دو بولي باش نعملوا فيها مقرونه اخترتها بلومه اليوم من عند ورده. تفاصيل الاطباق ناخذوها كالعاده وحيده وحيده بعد سبور وبعد ما نمشيو لفاطمه السويد. مشكورين للشيف. احنا وقاية توي كنشوفوا سبوت الخاصة بمرياح جبن 100% تونسي وحليبو تونسي، وهو صنع تقليدي 100% وياسر بنين وفيه برشا انواع. اكثر معلومات على جبن مرياح مع صفاء. مرياح بتبيع جبن 100% تونسي وال 100% حليب طبيعي، يوفر لكم اليوم لا ليفغيزون حتى تكشي الباب دارك على ولايات تونس الكبرى. دونك الليفرور يوصل لك السلعه نتاعك. كيفاش باش تعدي الليفغيزون هذايا؟ ما عليك كان تدخل على الباج فيسبوك والا الباج انستغرام فروماجري مريح، وين تلقاو اون لارج فاريتي نتاع برودويات جبونات مريح. تلقى بيان سور نويمر التليفونات اللي تطلب عليهم، وبيان سور توصل لك الليفغيزون حتى تكشي الباب دارك. مشكوره صفاء. وقعدت نشوفوا لي كوتش دو بيبي جيم ايش محضرين. كي يسالوك على الاصل الطيب كلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن ما زرعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقفوا عليه في مصانعنا لضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه.
ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حذرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين ايديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتو، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. بونجور تو الموند، مرحبا بكم في الروبريك نتاعنا. دونك وصلونا ميساجاتكم سويت دو سيري اللي عملناها نتاع الجمعه اللي فات. دونك كنا خدمنا في البروميير باساج لي زابدو، والدوزيام باساج كنا ركزنا سيرتو على لي زوبليك. دونك اليوم باش نكملوا تخوازيام باساج توجور في الميم سيري، باش نركزوا على لي غيناج، باش نخدموا بليزيور تيب دو غيناج. دونك الناس الكل تعرف اللي الغيناج هو من احسن لي زيكزارسيس بور تونيفيي لو سونتر دو كور. دونك هذاك علاش نعمل دو بليزيور تيب دو غيناج. باش نبداو باللي غيناج ستاتيك اللي هما ساهلين برشا اي واحد نجم يخدمهم، ونونشين افيك دي اوبسيون بلو افونسي بور لي بيرسون اللي مسنسين يعملوا برشا غيناج. دونك مسحقوا جوست ان تابي اي افيك لو بوا دو كور.
La même chose sur سبورتيف وقاي التوي كنشوفوا سبوت الخاص بهريكس البرودوي اللي فيه كومبليمون اليمونتيغ شامبوان ولوسيون هو مصنوع بتقنيه سويسريه امضاء لونفول لو فارما. اكثر معلومات نجموا تطلبوا ل 74 441 999. وما تنساوش لافيشه تلقاوها على باج الماتينال تعملوا جيم على باج الماتينال لتاجيو ثلاثة من صحابكم وتبارتاجيوها وان شاء الله نهار الجمعه نعملوا تيراج او سور ونشوفوا شكون اللي باش يربح الباك نتاع 3 شهور كيغ هيريكس. نشوفوا سبوت ومن بعد نرجعوا نحكيو على عضله القلب. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالاً وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. برودوي هيريكسل تلقاه في كامل صيدليات الجمهوريه التونسيه. احنا بحثنا الدكتور احمد بالكحله مختص في امراض القلب والشرايين. صباح الخير دكتور. صباح الخير مرحبا. شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. اليوم باش نحكيو على اعتلال عضله القلب باش تزيد تفسر لنا اكثر واش معناها. قبل نرجع بعد ذلك شيف. مرحبا بكم فاطمه، مرحبا بكم مشاهدينا، رجعنا مع بعضنا لكوجينتنا باش نبداو نحضروا. كيف ما قلت انا اليوم عندي صوص باش نعملها بنينه برشا بالبلانكيت دو بولي، تنشوفوا شنو هي تفاصيلها، لكن قبل نحب نشوف الشيف فتحيه وفكره الكيك هذايا اللي من عند سمارت شيف كيفاش باش تبدلوا تعملوا دي سيسيت. الوغ الكيك نتاعي انا قلت لكم نورمالمون كي يقعد لنا دي كيك هكايا في الدار وكل ما عندنا ما نعملوا بهم يشيحوا شويه ولا الصغار ما عادش يحبوهم ولا دي بيسكوي صغار ما عادش يحبوهم، ناخذوا نفترشوهم في معون كيما تراو فيهم هكايا، جست دقدقوهم الكل بالقدا بالقدا بالقدا. ناخذوا شويه معجون سيكام، انا باش نعمل معجون مشمش سيكام، ونجي ونخلط بالمعجون ونحط له شويه كمام كروكون اللي هو بوفريوه والا فيكيا والا اللي عندكم ولا نوات كوكو بنينه يحبوها الصغار زيد، فترشهم مليح 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 ومن بعد نحط لهم شويه الفيكيا تاعي باش يقاو ما يقرمشوا في وسط السوسات نتاعهم. ومن بعد ناخذ هذا نلمو الكل بشويه معجون نحطو نقيس، لازم نحطو نلم حتى لين يتخلط مليح مليح. معجون شنو هو البارفان؟ معجون مشمش هذا نخلط به بالقدا 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 حتى يولي كيل بات، نعملهم كعابر كعابر نزوزهم للكونجيلاتور باش من بعد نوريكم كيفاش زينوا السوسات بتاعكم. ومعجون سيكام اكيد باش يعطيه نكهه بنينه. اكيد برش. اكيد. دونك انا ساده المشاهدين باش نحضر اليوم كيف ما قلت لكم عندي دي بلانكيت دو بولي، هما البلون بولي مي يكونوا في الحجم نتاعهم صغار. حضرت انا البواله نتاعي حطيت فيها زيت نجمه ديو بلوس اللي هو ديما نستعمله وين على خاطر يتحمل السخانه كما قلت لكم ما يعطينيش غير غو في الماكله نتاعي اي سورتو فيه الفيتامين او. دونك هذايا الزيت حطيناه يسخن شويه توا باش نحط مع الزيت هذايا طريفات الدجاج. دونك هو من المستحسن هوني ننصحكم طريفات الدجاج تفوحوهم ديما قبل، لكن انا بحكم الوقت نفوح قدامكم باش تعرفوا زاد الديتاي نتاع الوصفه شنو فيها. نشوفوا هنا كيفاش صدورات الدجاج هذوما، انا نحيت لهم الفيلي نتاعهم وحدهم على شيره هكا نحطهم نطيبوا حتى هما ونبدا نفوح. دونك على هذيا باش نزيد شويه فلفل اكحل، فاح بسيط برشا ما فيه حتى تعقيد، عندي فلفل اكحل وعندي ملح، هذايا هو الفاح نتاع الوصفه هذيا. دونك هكا باش نخلي هذوما يتقلاو لين يتحمروا ومن بعد باش نتعداو ليتاب الثانيه نتاع
البلانكيت دو بولي على كريم. اليوم باش نعملوهم على كريم، باش نعملو فيهم فرماج بنين برشا من عند مرياح. نرجعوا الفاطمة ومن بعد نستناكم في كوجينتنا. مشكورين للشيف. نرجعوا نحكيو مع الدكتور احمد بالكحله، قلت اللي هو مختص في الامراض القلب والشرايين. دكتور كي نحكيو هنا نقولوا احنا اعتلال عضله القلب، شنو نقصدوا هنا بالضبط؟ به اعتلال عضله القلب هما لي كارديوميوباتي، يعني مجموعه امراض تصيب عضله القلب، وهو هي مجموعه امراض نجم نقولوا اللي هي خطيره، على خاطر فيها برشا تعكرات نجم تؤدي الى قصور القلب، وتنجم تؤدي الى اضطراب دقات القلب. اعتلال عضلة القلب ينجم يكون من الأسباب نتاعو. نحكيو على الأسباب. نحكيو على الأسباب. نجم نقسموها في ثلاثة فئات، فما اعتلال عضلة القلب يتميز بتمدد عضلة القلب ليكارديوباتي ديلاتي. نقولوا تنفخ. تنفخ، فوالا، تنفخ تتمدد عضلة القلب. الأسباب نتاعها الأكثرية تنجم تكون مرض وراثي، تنجم تكون من الإفراط في استهلاك الكحول. les infections virales يعني يعني تعفنات جرثوميه نجم تجي زاد عند مات الحوامل في اخر الولاده تنفخ القلب. الفئه الثانيه هي يعني اعتلال عضله القلب بالتضخم، اغلب الاوقات يكون مرض وراثي زاد كيف كيف، والا لي كارديوباتي ريستريكتيف يعني القلب ما عادش يتحرك بالكدا، فهمت؟ يولي ما عادش ما عادش يؤدي الوظيفه نتاعو كما يلزم. هذم هما معناها الاسباب والفئات نتاع الاعتلال عضلات. علاش عندنا فكره انه العباد اللي تمرض بالقلب مثلا انه هي السبب نتاعها الاجهاد الكبير للقلب، ولا شربان دويات ممكن ساعات تاثر على العضله، السمنه زاد تضعف القلب، هل هذم الاسباب؟ مثلا من فما التسمم، التسمم بعض المواد السامة تنجم تسبب في تمدد عضلة القلب. مثلا الشيميوثيرابي مثلا العلاج الكيماوي ضد السرطانات ينجم يتسبب في تمدد عضلة القلب. فهمت؟ تنجم تكون من بين الأسباب هي التسمم، الإفراط في الوزن زاد كيف كيف. فهمت؟ ينجم يأثر في عضلة القلب. به يقول لي سمعنا تويكا يقول لك به فهمنا توا الأعراض شنو هو معناتها، ومعناتها الأمراض شنو هو والأسباب نتاعها شنو. لكن هل هي تجي للعباد الكل؟ هل من اللي هو صغير لين يولي شيخ نجم تصادف، والا فما اعمار معينه هي اللي تجي فيها الاعتلالات هذو؟ به مجموعه الامراض هذه هي مختلفه، نجم تكون امراض واحد مولود بها دونك موروثه جينيا كما تضخم القلب الوراثي، وتنجم تكون يعني اكيد مكتسبه في العمر كما قلنا، مثلا تنجم تصير اثناء الحمل اثناء الولاده بالضبط. فهمت؟ هذه في كستريس نتاع الولادة نجم عضلة القلب تتضخم وتقعد ديما متضخمة، معناتها نجم ترجع بعد التضخم. مثلا الإفراط في استهلاك الكحول هذاك ينجم يعمل تمدد في عضلة القلب، وقت اللي يقص الكحول في أغلب الأحيان يرجع القلب الحجم نتاعو طبيعي ويرجع طبيعي. معناتها فيها فما إيه فما حالات اللي يعني نجم ينقص نتصور حتى الشيميو كيف كيف شيميو كيف كيف, كيف, كيف. مش ديما ولكن معناتها فما يعني امكانيه وان تتحسن الامور. باهي صافي. دكتور احنا بما ان في زمن الكورونا وزمن الكوفيد شنو يعمل الكوفيد لعضله القلب؟ برشا تاويلات، برشا حكايات، برشا تفسيرات علميه، كل مره طبيب يطلع يحكي لنا حاجه. اليوم انت بما انك مختص في امراض القلب شنو يعمل الكوفيد للقلب؟ باهي الكوفيد ينجم يعمل ديميوكارديت يعني تعفنات جرثوميه، نقولوا نحن الفيروس هذاك يمس مباشرة عضلة القلب ويخليها معتلة كما قلت. فهمت؟ تتنفخ وتولي ما عادش تأدي الوظيفة نتاعها. وكي تبدا الحالة نتاع الميوكارديت هذه متقدمة ياسر تنجم تكون من أسباب الوفاة بالكوفيد. فهمت؟ هذا فيما يخص عضلة القلب. بطبيعة الحال يعطي أعراض أخرين هو بالنسبة للشرايين ويعمل تخثرات وإلى آخره، مي معناها معروف اللي هو ينجم يعمل هذوما لي ميوكارديت. للناس حتى يكون عادي هو ما عنده حتى شيء ولا يكون عنده مش مريض بالقلب يعني. لا لا مش مريض بالقلب. هو راهو فما سوسيبتيبيليتي معناتها فما ناس اكثر عرضة. فهمت؟ معناها نقولوا نحن العضله نتاعهم ضعيفه ديجا لا تجلب الفيروسات نجم نقولوا. فهمت؟ يعني الفيروس يلقى فيني يسبب في نجم نقول معناتها تختلف في العضله من شخص لشخص معناها الشكل نتاعها ولا كيما الجلده كيما بطبيعة الحال. سبحان الله بطبيعة الحال اخي كل انسان عنده كاركترستيك جينيتيك نتاع العضله نتاعو. باهي
توا اللي يسمعوا فينا يقول لك انا والله حسيت كي الجمعه اللي فاتت قلبي فما دقه زايده دقه خفيفه ما نجمش نتنفس بالكدا كي نطلع في الدروج هذا ما وقتاش نجمو نقولوا بازيز مشي تمشي للطبيب واضح باه نجمو نحكيو معناتها على الاعراض نتاع نتاع الامراض هذو باه هي العضله نتاع القلب هي المضخه باه المضخه هذه اذا كان ما تخدمش بالكدا باش يصير تراكم في الدوره الدمويه ما تدورش مليح ويولي القلب ما عادش يؤدي الوظيفه نتاعو وما عادش يغذي مليح الاعضاء نتاع الجسم باهي اول حاجه نجم تصير هي ضيق نفس ضيق نفس يبدا تصاعدي قد ما تزيد تعتل العضله قد ما ضيق النفس يكون اكبر من الاول في المجهود بعدين في الاقل مجهود وبعد حتى كيبدا واحد قاعد ما يتحركش فهمت يولي عنده ضيق في النفس نجم يصير له انتفاخ ساقين تتنفخ مثلا فهمت نجم وجع في الكبده بعدين التعب والارهاق ساعات الدوخه اضطراب دقات القلب لانه العضله ما تخدمش بالكدا تولي تجب تتسارع الدقات ولا تكون غير منتظمه فهمت يعني هذم الكلهم اذا كان انسان عنده ضيقه في النفس وخاصه كي تبدا تصاعديه وماذا بينا يعدي من اللي يبدا في المجهود ما يستناش حتى شيء تولي في الراحه وهو يعني ما يعمل في شيء ولا مثلا تسارع دقات القلب ولا احنا في المعتقدات نتاعنا ما نعرفش اللي هي حاجه صحيحه ولا غلطه انت تفسرها لي دكتور يقول لك باش تعرف العبد عنده مشكله في قلبه ولا لا هو لون الظوافر نتاعو يولي اكثر موف والشفايف نتاعو تزرق والا مش عند الناس الكل لا هذه تنجم ولكن هذه وصلنا لمرحله التعكرات ستدير معناها الاكسجين ما عادش يوصل مليح للاطراف يعني القلب ولا ضعيف ياسر وما عادش يوصل الاكسجين ومش بالضروره الاعراض هذوما هما نتاع اعتلال القلب خاطر نجم يكون زاد قصور في الجهاز التنفسي يعطي نفس الشيء فهمتك الواحد يمشي يعدي وكها قبل ما نوصلوا للاعراض هذه صحيح دكتور توا كي نحكيوا احنا على التشخيص نتاع الطبيب اذا كل نقولوا احنا اعتلال عضله القلب هل الاعتلالات الكل عندهم نفس طريقه العلاج وخاصه اللي شفنا سبحان الله معنا العضله هي عضله معناتها تتمدد وتتقلص كاي عضله في بدننا دونك الامراض نتاع القلب الاعتلالات هذوم كلهم يمشيوا في نفس الديماغش نتاع نفس العلاج ولا تختلف بالنسبه للاكتشاف نتاع المرض احنا نكتشف المرض اما من اعراض ويجي يعدي والا ساعات حتى صدفه مثلا في اطار سيرفيوس معناتها المتابعه نتاع العلاج الكيميائي مثلا نعملوا ليكو بطريقه سيستيماتيك ساعات نجموا ننتيحوا يعني اعتلال وقت اللي مازال ما وصلش الاعراض فهمت بيه. الاكتشاف يكون بطبيعه الحال فما الفحص السريري فهمت فما اعراض احنا نعرفوهم نجموا نتوجهوا لمعرفه المرض بعدين فما اشاعه الصدر هذيك نشوفوا فيها القلب المنتفخ واهم يعني حاجه اللي تورينا يعني التشخيص هي الليكوغرافي كاردياك خاطر هي اللي باش تورينا القلب منتفخ والا العضله ضعيفه والى اخره فهمت والعلاج بيان سور كل حد كل مرض وطبيعه نتاعو وكل يعني حاله وتشخيصها بالضبط تشخيصها وزاد يلديبو معناتها يرتبط بالاعراض قد ما ثم اعراض قد ما فما ادويه بطبيعه الحال. باهي نجم ندخلوا ما نعرفش نقول احنا السكته القلبيه ولا الكريز هذيك اللي تصير للقلب هي تبع الاعتلالات. ينجم يكون من بين التعكرات نتاع اعتلال عضلة القلب هو الموت الفشي. يا لطيف. نجم تصير سكته قلبيه. او جلطه قلبيه. جلطه تنجم تسبب اعتلال عضلة القلب. دكور يعني هي مسبب. بالضبط يعني معني تصير جلطه والعضله تمرض بعد ما تصير الجلطه. الموت الفشي نجم يصير مثلا اضطراب دقه القلب اللي تتسارع لدرجه كبيره ياسر وتنجم تتسبب في الموت الفشي. يا لطيف اخر سؤال كان تسمح فما شكون يقول لك الدويات فما نعرفوا فما عباد عندهم امراض مزمنه كيما التونسيون ولا السكر يقول فما دويات بحكم ناخذوها كل يوم تمسنا القلب صحيح ولا لا؟ خاصه بتاع التونسيون. تاع التونسيون بالعكس فهمت هي نعم. الهدف من اهداف نتاعها مش نطيحوا التونسيون برك فهمت نسهلوا سيركيلاسيون ونعاونوا حتى عضله القلب باش تخدم بطريقه ممكن الناس تصير لهم مشاكل هذو الناس اللي ما ياخذوش فيه بانتظام بالضبط تصير لهم مشاكل الناس اللي ما تخدش الدواء نتاعها مش اللي تخوف اي فوالا يزين نوضحوها خاطر يقول لك والله من دواء التونسيون انا صارت لي هو تلقاه عنده برشا ما خداش دواه وبعد يرجع بالضبط. متقطع فما دويات اخرى تسبب هي فما دويات اخرى كما قلنا مثلا الشيميوثيرابي مثلا
بيه احنا ركزنا على حكايه التونسيون خاطر برشا يقول لك انا مشكله في القلب على خاطر دواء التونسيون طلع لا تاخذ دواء بانتظام قدرة ربي فما كان خير. مشكور دكتور احمد بالكحله مختص في امراض القلب والشرايين. نرجعوا بعدها للشيف. نرجعوا لكوجينتنا فاطمه والريحه نتاع الدجاج اللي قاعد يتقلب بدات تفوح بالقدا بالقدا. انا باش نجي معاكم للطبق هذا لكن قبل نشوفوا لي سوسيات اللي تحضر فيهم الشيف فتحيه وين وصلوا. انا هوني قاعده نعمل فيهم كعابر العجينه نتاعي لميتها بالمعجون سيكام مشمش كما تعرف قلت لك طيبت كيكه سمارت شيف طيبتها بردت. انا ننصحكم اذا كان عندكم دي بسكويت صغار وقت ياكلوا منهم برشا ما عادش يحبوهم والا ان كيك يقعد نهارين ثلاثه صغار ما عادش يحبوه يظهر لهم روتين ونعرفوا الحاجات هذوما ماذا بينا ما نخليهمش ديما فريشكين. الوغ نجيو نعملوهم لهم سوسات بعد غدوة من غدوة إلى بعد غدوة وهم يأكلوهم كوت كوت معناها ما تفلتهمش مهما كان تحطوا لهم جوست من غير فما معجون معجون سيكام فيه أنواع فما السفرجل فما الكرموس فما الفريز فما المشماش انتم تنوعوا المعجون اللي تحبوا عليه. أنا اليوم اخترت المشماش خاطر يعطي أسيديتي بنينة وتعجنوها مع بعضها حتى بيسكوي يحطوا فيه بيسكوي يقعد فيه شوية قرمشة بنينة. كان تحبوا تلموه بشوية شوكولاتة زادة تحطوا فيه دي بيبيت دو شوكولا يجي بنين ياسر ساعة ساعة يلقاو كي يقدموا السيسات يلقاو فيها بيبيت دو شوكولا يسالوغ في ان غوتي ديسير او ميم طون. يعطيك الصحة شيف. دونك هذوما لي سوسيت قاعدين يحضروا. أنا مشاهدينا كيف ما قلت لكم اليوم عندي دي بلونكيت دو بولي. شفنا حطيت الصدورات الصغار فوحتهم شوية ملح فلفل أكحل وحطيت لهم زيت نجمة ديو بلوس حطيته يسخن شوية قليتهم هما في وسطه خليتهم مغطين لين تحمروا نشوفوا لونهم كيفاش ولا مزيان. بعد زدت عليهم أنا بصل راس بصل قصيته ديرونديل هكا جيد مش خشين برشا دوبا يتقلى ما يلزمش لونه يتبدل. باش نزيد عليه هوني شوية ثوم مرحي ما نكثرش ما لازمش طعم الثوم تكون غالبه برشا. هذايا دوبا يسخن في الزيت ما لازمش يتحرق كيف كيف باش ما يعطيناش مراره. وتوا باش نحط عليهم الكريم ليكيد. دونك هنا قلنا اليوم لي بلانكيت دو بولي على كريم باش نعملوهم. تنجموا هنا تحطوا معاهم شامبينيون كان تحبوا سينو تخدموهم كيف ما انا حضرت معك. هذايا الكريم ليكيد كريم فريش دونك هي باش نمرقوا بها وباش نخليه الدجاج نتاعنا يطيب في وسطها لين تخضر الصوص شويه. وقتها باش نحط انا المقرونه اخترتها اليوم من عند ورده اللي هي بلومه ولا بيني. هذه باش نحطوها تتصمت في شويه ماء شويه ملح مش برشا وهي سخونه نعديها ديريكت للصوص. الدجاج هذاك نحيه على شيره نحطه بعد مع المقرونه ككومبانيمون والا نزين به من فوق كيف ما تحبوا انتوما. هذايا الصوص نتاعي باش خليها تكمل تعقاد في الوقت هذايا نرجع بحذا فاطمه فيما حضرت الفروماج فيمي باش نرابيه ونحطه في وسط الصوص هذايا الفروماج نتاعنا من عند مرياح. مشكورين للشيف. نرجعوا نحكيو التغذيه مش بعيد برشا على الشيف اللي كانوا يحكيو فيه. اما مره هذه بحذايا شكون الصعيبه بكل اللي هي روعة المطمطي الطرهوني. صباح الخير. صباح النور فاطمه. صباح النور صافي. صافا يخافوا منك الشيف كيف تجي؟ اه انت بتعطي في الاغوان معك هما يشهيوا فيا وانا نحاول هكا نعمل اكيليبر. روعة اليوم باش نحكيو على حكايه انه فما خمسه حاجات خمسه معتقدات عند الناس الكل اللي انت قلت تسمعهم. هما برشا اخترنا خمسه اكثر اللي ديما نسمعوهم. نعطيك الكلمة مالا روعي. فوالا دونك اليوم اخترت خمسة معلومات ولا خمسة معتقدات أنا ديما يعرضوني مع أصحابي مع في الخدمة حتى في خارجة. دونك الجملة تتقال برشا وتتعاود برشا ديجا خذيتها كيما هي كيما يقولوها العباد كتبتها كيما هي وحطيتها كيما هي وباش نحاولوا نصلحوا كل مرة المعلومة. دونك المعلومة الأولى هي نحب نضعف قررت باش نحي الخبز والعجين. جملة نسمعها تقريبا يوميا تقريبا من اليوم ما عادش باش ناخذ خبز ما عادش باش ناخذ عجين باش نضعف باش ننقص في الميزان. انا نقول للناس الكل المعلومه هذه راهي غالطه وغالطه برشا. الخبز والعجين خاطيهم مش هما اللي يسمنوا عاداتنا احنا الغذائيه معناتها المشكله فينا احنا قداش ناكلوا منهم والطريقه اللي ناخذوهم بها هي اللي تخليهم قداش والوقت
ووقتاش ناخذوهم جوستومون مهم برشا فطومة والنوعية متاع الخبز ولا العجين اللي ناخذوها مهمة. دونك السكريات ولا النشويات يمثلوا 50-55% من حاجياتنا اليومية. الحاجيات اليومية تفرق من شخص لشخص، مش كيما المرأة، مش كيما الصغير، مش كيما البيبي. دونك هو كالكول بسيط يتعمل ونطلعوا الحاجيات اليومية 50%، نصف حاجياتنا اليومية لازمها تجي من النشويات اللي هي سكريات بطيئة الامتصاص وسكريات سريعة الامتصاص. دونك لهنا سكريات بطيئة الامتصاص اللي هما موجودين في الخبز والمعجنات بصفة عامة، اللي هما المصدر الاساسي للطاقه. كيفاش باش ناخذوهم؟ باش ناخذوا الكميات على حسب الحاجيات كما قلنا، هو كالكولي تعمل ونحسبوا 50% ونقسموا كل حاجه قداش باش ناخذوا منها. هذا بالنسبه للكميات. النوعيه ديما نحبذوا الخبز الكامل والقمح، يعني خبز قمح ولا شعير والفرينه السمراء. علاش نحبذوهم خير؟ اما نردوا بالنا على خاطر ساعات فما عباد تغلط تقول لي اه مادام خبزه كامله ناخذ باجيت ولا زوز ولا ثلاثه. راهو نفس الكميه نتاع السعرات الحراريه في الخبز الابيض كيما الخبز الاسمر، كيف بالضبط. اما الخبز الاسمر غني برشا بالالياف وفيه الفيتامينات وفيه الاملاح المعدنيه اللي موجود في القمحه الكامله اللي باش ناخذوها كيما هي. معناتها الالياف باش تنقص من امتصاص السكر في الدم، ما عادش عندنا انسولين، دونك اقل نسبه انسولين فاقل ستوكاج. دونك ردوا بالنا من الكميه اللي هي مهمه برشا يلزمها تتحسب، نردوا بالنا من الكاليتي النوعيه نتاع الخبز نتاعنا وراهو خطيه ماناش نحيوه اما نوليو نعسوا عليه. والوقت ما ناخذوهوش بين الاوقات، ما ناخذوهوش كغرينيوتاج الا للاطفال. باهي برشا. الحاجه الثانيه روعة. الحاجه الثانيه قررت باش نحي السكر من ماكلتي بطريقه نهائيه وعوضت، اما عوضت بالمنتجات 0% والا الالاجي. دونك هنا فما برشا انواع نتاع مواد 0% باش ناخذ منهم كاكزومبل. دونك عندنا المشروبات اللي تلقاها 0% والا الالاجي. لهنا انا برشا بحوث قاعدين يقولوا ان السكر راهو والا لو غو سكري راهو ادمان. وهالبحوث هذه قاعده عماله وتتعمق في الحكايه هذه للي وصلوا كلاسيو السكر برمي لي دروغ اللي تنجم ندمنوها كاحنا الانسان. دايوغ ديما يعرضوني الناس اللي يقولوا لي ما نجمش نحي حاجه حلوه من العشويه نتاعي. المشكله مش في انك ما نجمتش، المشكله في انك ادمنت. فالحاجات المنتجات 0% ولا الاليجي باش تخليني نقعد كمام ناخذ فكالجو سكري ومانيش باش نتخلص منه بطريقه نهائيه ومانيش باش نحي السكر بطريقه نهائيه خاطر بدني باش يقعد يطلب الحاجات الحلوه خاطرني باش نقعد متعود به. كي نقرر نحي السكر مش اليوم قررت غدوه نطبق، لا يلزمني 21 يوم باش نعمل سفغاج كيما يعملوا سفغاج نتاع اي دروغ. دونك نعملوا سفغاج نتاع سكر في ظرف 21 يوم، نبداو ننقصوا في الكميات بشويه بشويه. كنت ناخذ مثلا في قهوتي زوز سكر، نولي ناخذ طبعه ونص مده اسبوع 10 ايام. هكا زوز طبع هذوك نقسمهم على 21 يوم. مش حاجه مهمه في بدنا السكر ما عنده حاجه. السكر المضاف والغله مثلا فيها سكريات سريعه الامتصاص طبيعيه، دونك نجمو نعوضوه بسكر الغله، نجمو نعوضوه برشا حاجات اخرين. السكر المضاف الابيض والاسمر كيف كيف راهم ما فماش فرق. معناتها كي نعوضوا الابيض الاسمر بالابيض راهم السكر سي سكر، سكر سي سكر ويدخل البدن. لي بواسون معناتها المشروبات اللي لايت والا اليجي ما عندهم حتى منفعه باش يخلوني ديما متعود على المطعم الحلو. لي جاتو ما فيهمش كان السكر، فما دي جاتو اليجي دي كيك اليجي ما فيهمش كان السكر، فيهم الفرينه فيهم الزبده فيهم المارغرين الزيت ساعات. دونك ردوا بالنا ماهمش كان سكر. والياوخت 0% نردوا بالنا منه برشا، راهو الطبيعي خير منه على خاطر الماتيغ غراس والا المواد الدسمه نتاع الياغورت تعاون على امتصاص الكالسيوم وخاصه تشبعنا وتخلينا نحسوا بالشبع. دونك طبيعي احسن برشا من 0%. معقول برشا. انا المعلومات قاعدين نصلحوا فيها مع روعه المضماتي. الحاجه الثالثه روعه. الحاجه الثالثه دونك ملي بديت الريجيم ما عادش مفوح ماكلتي ولات ما عادش ليها طعمه. اول حاجه واخر حاجه ديما نحب ديما نذكر فيها، ما يلزمناش نفقدوا لو بليزير، ما يلزمناش نفقدوا المتعه ان نستمتعوا بحاجه بنينه. الحاجه الوحيده في الفيح اللي ردوا بالنا منها هي الملح. الباقي كل نجموا نفوحوا بالحشيش كيما الكليل والزعتر اللي موجوده في عادتنا، نجموا نفوحوا بالكركم. ما نكثروش برشا من الفلفل الاكحل ونبعدوا على الفيحات اللي ايريتونت للمعده اللي تقلق شويه في المعده. غير هذا نجموا نفوحوا ماكلتنا بطريقه طبيعيه. باه. الحاجه الرابعه. رابعا اجل عطينا الرابعه يا ولدي، عطينا متشوقه باش نعرف البقيه. اه جمله هذه نسمعها برشا خاصه اذا انا نسال نقول
يا صفية تاخذ برشا زيت في ماكلتك ولا تحكر الزيت في ماكلتك، يقولوا لي من طيب وكان بالزيت زيتونه. كيف كيف؟ على انها حاجه كبيره برشا وعلى انها منفعتها كبيره. زيت زيتونه به برشا ومفيد ونستعمله بكثره في التطيب. حاجياتنا اليوميه من الدهنيات تتمثل في 30-35%. يجيو تقريبا 100 غرام من الدهنيات. 100 غرام من الدهنيات هذه لازمها تتقسم على برشا مواد، مواد لوريجين نتاعها نباتي ومواد لوريجين نتاعها حيواني. دونك باش ناخذوا الحوت، باش ناخذوا الفاكهه، باش ناخذوا الزيت، باش ناخذوا اللحوم، الجبونات. دونك لهنا ردوا بالنا، 100 غرام ماهمش برشا، 25 غرام هما مغرفتين زيت تطيب. تقريبا احنا في نهارنا نفوتوا الستة مغارف اللي هي تمثل 100 غرام دهنيات يوميا. في الطنجره التونسيه نحطوا 7 مغارف 8 مغارف، هذا كان مش اكثر في طنجره نتاع غوبا واحد. مره كان ملوخيه. ردوا بالنا ردوا بالنا من كميات الزيت. زيت الزيتونه صحيح باهي وفي برشا منافع، في برشا فيتامينات كما الفيتامين او، ما يلزموش يسخن برشا، يلزم نخبيه في بلايص مغطيه وبالنار غامق باش ما يفقدش اكل الفيتامينات، خاصه الفيتامين او اللي تتبخر بالهواء والاكسجين، وما يلزمناش نكثروا منه خاصة في فطور الصباح. برشا يقولوا لي رانا نفطروا به فطور الصباح، إذا كان فطرت به فطور الصباح وطيبت به فطورك وفوحت به صلاتك وطيبت به عشيك وفوحت به صلاة العشاء، ساي فوتناهم برشا الحاجيات اليومية نتاعنا. نختموا آخر حاجة اللي هي باش نجم نضعف ألغيت وجبة، يا إما فطور الصباح ولا الفطور ولا العشاء بصفة عامة، باش نلغي العشاء اللي هو أكثر وجبة ملغات. رانا عندنا حاجيات يوميه ما يلزمناش نلغي حتى وجبه باش نجموا نوصلوا للحاجيات هذيك من املاح معدنيه، من فيتامينات، وخاصه زاده من كالوريات. راهو وجبه العشاء مهمه، اما لازمني نعرف شنو نحط فيها. مانيش باش نحط فيها صحين مقرونه ولا ربيع باجيت والا اللي هو، نحاولوا نحطوا حاجه خفيفه كيما سلايط كيما لي غرياد، خاطر مستحيل نجم بوجبه واحده نوصل حاجيات اليوميه من فوالا. من المستحسن يكون فما عشاء معناتها سوب ولا حاجه مشويه ولا نتفاداو انه يكون عندي حاجه واحده غله، ولا باش نفيق من غدوه جيعان برشا وباش ناكل اكثر كميات من المستحسن، ومانيش باش نوصل لحاجياتي خاصه من الاملاح المعدنيه والفيتامينات والبروتينات. مشكوره روعة على مطمطي ترهوني اخصائيه فات تغذيه، شرفتني لله. ميرسي بوكو. فاصل ونعود. قوتنا في هريستنا. وردة سرها المحبة.